ليش مليون ستيبس؟ حسبتيها بتاخد يعني مليون خطوة؟ هو درب الجبل 440 كيلو، فأنا حسبت أنه إذا أنا، لأنه إجري ما كتير طويل، كل متر خطوتين تقريبا، فإذا الواحد بيحسبهم بيطلعوا تقريبا مليون ستيبس. بس هو التايتل شوي رمزي انه هالمشوار، منه طبعا مشوار ككل، بس كل خطوه كانت مهمه وكل خطوه مميزه وكل خطوه لها معنى مهم لإلي انا شخصيا. عم نشوف هون الصور، هيدا جبل الشيخ، هيدا فلاح بحد راشيه بيشرب متي. هو نوربرت شيلر، هو الفوتوغرافر المصور يلي التقط هيدي الصور. صح، هو غير لبناني مثل ما اسمه يعني بدل. نوربرت شيلر نمساوي امريكاني، صار له 30 سنه بالشرق الاوسط وعامل عده كتب من بيناتهم واينز اوف لبنان وعرق انمازا. بس الشغله المميزه فيه هو انه مغرم بجبال لبنان، يمكن مغرم أكثر من كتير من اللبنانية، وبفتكر هالشي ببين بالصور هالعاطفة اللي هو عنده إياها. وبعدين أنا همني كتير بهالكتاب إنه الصور ما تكون صور كليشيه، يعني بهمني إنه الواحد يطلع بالكتاب يقول واو هذا لبنان، إحنا عنا هيك بلبنان. يعني قدري في هيك خصوصية بالصورة، يعني مش مثل ما عم تقولي هيك كليشيهات، يعني وجه مختلف حتى للجبال اللي نحن بنعرفها. حلو هيدا لك، ما بعرف إذا ببين هيك. هيدا بمنطقة هيدي بمنطقة اللقلوق، لا هيدي بحد شوار بسكنتا مجلدة هون. وقت اللي مشيتوا الدرب كان يعني أي شهر أي فصل مشيتوا؟ كان بنيسان، والسنة الماضية كان عنا كتير تلج، ففي كتير أوقات كان عنا كل نهار بالتلج. يعني هو الدرب بين 700 متر و 1900 متر ارتفاع، ففي عنا كان أيام يعني كان في عنا واحد أمريكاني إجا خصوصي لحتى يعمل الدرب معنا، جايب معه تي شيرتس وشورت، إنه هو جاي على بلد بالشرق الأوسط بالربيع، ف يعني آخر شيء اضطر يروح يشتري تياب لأنه كان كتير. هيدا اللي بيميز هون طبيعة لبنان. يعني هلأ بيروت نحن قدام نحس بالشوب، إذا بتطلع على الجبال مرتفعات برود وبتحط من عشية كنزة، فمشان هيك نحن بنقول لبنان كمان رائع. يعني هيدي كمان من أشياء التنوع مش بس بالزهور اللي شفناها، مش بس بالشجر، مش بس المشاهد الطبيعية، بس كمان يعني بتروحي من صيف لشتي بنفس الشهر وقليل لتشوفيها. بدي احكي هون عن يعني انت ملاحظاتك شفتيها وكتبتيها كمان، قلت اني كثير هون بتقولي تاثرت ب يعني العيال المضيافه، لانه خلال درب الجبل بتروحوا عند اشخاص يعني بتاكلوا عندهم، بتعيشوا شوي معهم. هو من اهداف مشروع درب الجبل مش بس انه نعمل درب حلو الناس تمشي عليه، هو كمان إحياء الاقتصاد الريفي من خلال الإيكو توريزم، السياحة البيئية. فبهالشهر هيدا مرقنا بمناطق كتير مختلفة، كل وحدة مختلفة عن التانية، وكل ضيعة عندها تقاليدها وعندها مشاكلها وعندها تراثها. الشغلة اللي تجمعهم كلهم هي روح الضيافة اللي يعني نحن منتظرينها كنا، بس مش لهالدرجة. يعني كان معنا عنا كتير أجانب حسوا حالهم إنه ببيتهم، والكرم اللي هالعيال المتواضعة عندها إياها كانت كتير كتير مؤثرة، يعني أكثر من ما نحن كنا منتصور. مثل ما شايف الكتاب كواليتي الورقه تبعيته كثير حلوه، صور رائعه، نصوص كمان بالانجليزي، خلينا نقول للمشاهدين معقول يترجم للعربي للاشخاص اللي ما بيعرفوا انجلش. هو هلا انا ام سيلف ببلشت، فهالمشروع كله على مكلف، مشان هيك بدي اقول لك انه بس مكلف، شايفينه كثير حلو، بس ملاحقته اداره الكتاب هلا انطبع، بس ما خلصت الرحله، يعني بعد في عندي كثير مسؤوليات لحتى يتسوق. هلا بهمني اهم شيء انه يكون عنده شو بيقولوا اكسبوجر، انتشار، انتشار
بلبنان وبأوروبا وإن شاء الله بنورث أمريكا. من بعد إن شاء الله منفكر بقضية الترجمة، لأنه قضية الترجمة تكون أخذ حقه بهيدي النسخة بالضبط. يعني هلأ بدي ركز عليه مثل ما هو، وبعدين بركي إن شاء الله يمكن حتى بأمريكا الجنوبية، لأنه في عنا كتير مغتربين بهمهم يكون عندهم شيء يكونوا يفتخروا فيه، أكيد. إنه نحن بلدنا هيك مش هيك مثل ما أنتوا بتفكروا، صح. لأنه في مفهوم تقليدي للبنان، صورة تقليدية حرب. للبنان حرب، ويعني السياحة اللي نحن معروفين فيها هي مهمة، بس هي مش الوجه مش الوحيد بعد، في أكتر من للبنان، وهيدا كمان من أهداف الكتاب. فإن شاء الله يعني على نفقتك الخاصة ما لقيتي حدا يساعدك، ولا أنت أصلا ما طلبتك؟ في عندي اثنين سبونسرز، واحدة منهم وزارة السياحة اللي هن كتير صاروا عم بيعطوا حق لقيمة السياحة البيئية، وعشان هيك كمان هني من السبونسرز. والسبونسرز التاني هني شركة إيكوديت اللي هني عملوا الدرب الجبل، شركة environmental consultants. فبس مبدئيا يعني انت مجهود شخصي يعني وفردي. نعم. طيب شو بعد هلا؟ هيدا اكيد الكتاب اخذ لك كل اهتماماتك لحتى تسوقيه ويلاقي الانتشار والرواج المطلوب. في بعد فكره ثانيه براسك عن شيء زياره لمناطق بلبنان؟ هلا انا بهمني انه اولا بعد ما الناس يصير في توعيه بالنسبه لموضوع الكتاب، يكون منبر، لانه مثل ما الكتاب مليان صور حلوه وجميله وبتجنن، بس في كمان اشياء كتير بشعه شفناها، في مخاطر كتير مهمه ومخاطر يوميه. ويعني انا بحب فكر انه هذا الكتاب حيكون فرصه لانه نبلش نحكي بهالمواضيع اللي هي كتير مهمه بالنسبه لي. يعني انا رجعت مشيت قسم من الدرب السنه، خسرنا بالشمال 3 كيلومتر من الجبل لأريد طرقات مزفتي. فالثرو ووك من أهدافها كان أنه نمضي عريضة لحتى نطلب أنه يكون في شو بيقولوا مرسوم حتى الدرب يكون محمية. يعني الأهداف البيئية أنا بالنسبة لي إن شاء الله يكون في كتير مهمة. هانا الهبري، أنا بدي أقول لك ألف مبروك على هالكتاب، وإن شاء الله بلاقي كل النجاح اللي أنت بترغبي فيه، وكمان بيرفع لنا هيك اسم لبنان وما كان بالخارج، خاصة بأنه الطبعة كتير حلوة وباللغة الإنجليزية، مفروض بخارج لبنان كلهم بيعرفوا الإنجليزي. شكرا كثير ميراي، ميرسي على ضيافتك. مشاهدينا نحن رح نتوقف مع فاصل، نرجع نتابع طبعا باقي لقاءاتنا.